توقعاتك للمباراة القادمة للمنتخب المصري مع المنتخب السنغالي في تصفيات كأس العالم، من يتأهل؟ بالنسبة لي أعتقد أن طيب مرة أخرى، مواجهة مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم، تتوقع من سينجح فيها؟ أعتقد أن مصر هي التي ستتأهل، لأن مصر هي أفضل فريق قومي في أفريقيا، لذا بالنسبة لي أعتقد أن مصر هي التي ستتأهل. في الدوريات الأوروبية أكيد التقيت لاعبين مصريين، ربما تكون التقيت لاعبين مصريين، أي من اللاعبين المصريين التقيتهم في أثناء لعبك في الدوري الفرنسي؟ كان الأمر منذ مدة طويلة، تركت فرنسا منذ مدة طويلة، ولكن بالنسبة لي أعتقد أنني قابلت محمد صلاح، ولكن بالنسبة لي أعتقد أن الفريق المصري هو من أفضل الفرق القومية في إفريقيا، ولكن في جيلي لعبت مع ميدو. بالنسبة لي أتذكر ميدو كثيرا، لعبت معه في آخر الأيام وأتذكره كثيرا، ولكن بالنسبة لي أعتقد أن الفريق المصري من أفضل الفرق في أو أفضل فريق إفريقيا.